السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أحببت أن أتأمل معكم هذه الدراسات المنشورة على موقع جامعة هارفارد. أنا طبعا لدي عدد كبير من الانتقادات من قبل ملحدين، كلما تكلمنا بكلمة قالوا أين المرجع؟ من أين هذه الدراسة؟ أين منشورة هذه الدراسة؟ لذلك أنا قررت أن أقرأ حرفيا من مواقع معترف عليها عالميا. أنا أفتح أمامي الآن موقع جامعة هارفارد، مقالة منشورة في أول فبراير 2021 عن التفاؤل. طبعا أنا يمكن أن أقول سيد التفاؤل هو النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يحزن، لم يكن يتوقع الشر، كان يتوقع الخير دائما. هذا النبي الكريم ظهر ذلك جليا في سلوكه في المواقف الصعبة جدا، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، عندما حزن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وربما كان يتوقع أو يخاف أن يصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي الدعوة إلى الله في ذلك الوقت. النبي كان متفائلا، لم يكن يتوقع الشر، كان يتوقع الإيجابيات، يتوقع الخير، يتوقع حدوث شيء خير من الله سبحانه وتعالى، لأنه يثق بالله. لا تحزن إن الله معنا. النبي كان يعجبه الفأل الحسن، كان منهج حياته، منهاج حياته هو تفاؤل، حياته كانت تفاؤل أيها الأحبة، ونحن ينبغي أن نقتدي بهذا النبي الكريم. جامعة هارفارد عام 2021 ماذا تقول؟ تقول التفاؤل هو شعور جيد يرتبط توقع حدوث أشياء إيجابية بسعادة وصحة أفضل، يعني عندما تتوقع الخير هذا ينعكس على نظامك المناعي وعلى صحتك وعلى مستوى السعادة لديك. موقع الجامعة أيضا جامعة هارفارد يقول إن الإنسان المتفائل الذي يتوقع حدوث إيجابية يكون لديه احتمال الإصابة بالنوبة القلبية قليلا، وخطر الوفاة المبكر أيضا احتماله قليل. سبحان الله، يعني التشاؤم يقودك للموت المبكر، التفاؤل يقودك لعمر أطول. طبعا الآجال محددة ولكن لها أسباب. طيب أنا قبل أن أكمل أيها الأحبة يجب أن أقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره ماذا قال له؟ ماذا يقول؟ ماذا يأمر النبي؟ قال بشروا ولا تنفروا. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره. بشروا، بشروا يحب التبشير، الاستبشار بالخير. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يعني حاول دائما أخي الحبيب إذا أردت أن تلتزم بكلام هذا النبي الكريم، حاول أن تتوقع الشيء الإيجابي، حاول أن تتوقع الخير، حاول أن تتوقع أن تكون نظرتك إيجابية للجانب المشرق من الحياة وليس للجانب المظلم. طيب هذا ما تقوله جامعة هارفارد. أتابع معكم أيها الأحبة، موقع جامعة هارفارد يقول في هذه المقالة إن التشاؤم يشعرك بالسوء ويجعلك مكتئبا أو قلقا، ويحافظ على تنشيط نظام القتال أو الهروب لديك. الإنسان أيها الأحبة مثل كل الحيوانات، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فنحن كبشر أو حتى كحيوانات بالنسبة للكائنات الحية زودنا الله بآلية للهروب، للدفاع عن النفس، هذه تحميك في المخاطر. فعندما تتوقع الشر فإن الهرمونات، نسبة السكر في الدم تزداد، هناك عمليات كثيرة تتم لا تشعر بها، تهيئ جسدك للقتال، تبقى في حالة قلقة، حالة حرجة، وهذا يؤدي كما تقول جامعة هارفارد، لست أنا من يقول أيها الأحبة، إلى حدوث التهابات مزمنة مرتبطة بعدد من الأمراض. سبحان الله، يعني أصبح الآن أيها الأحبة التفاؤل يمكن أن يخفف الالتهابات، شيء عجيب والله أيها الأحبة. نحن عندما نذهب إلى الأطباء نادرا ما يقول لك تفاؤل، يعني أتمنى من أطبائنا وبخاصة المسلمين أن يبعثوا روح التفاؤل في المريض، يبشروه بالخير دائما. للأسف نسبة قليلة تفعل ذلك، دائما أو غالبا نجد الطبيب يخوف المريض من أجل يقول لك أن يستعد، أن كذا أن كذا، ولكن الصحيح أن تعطيه نظرة متفائلة، لأن هذه النظرة المتفائلة ترفع وتنشط النظام المناعي وتقيه من شر الكثير من الالتهابات المزمنة.
يقولون هل تخدع نفسك؟ يعني هل أنا مثلا أتفاءل بالخير أفضل أم أنني أنظر نظرة واقعية وأتوقع الشر أفضل؟ تقول الدراسة هنا إذا كنت متفائلا فإنك تقوم بتصفية البيانات التي تبدو سيئة لما تريد أن تفعله. طبعا أنت ظاهريا تخدع نفسك ظاهريا، ولكن في الحقيقة أنت عندما تتوقع الخير دائما فإن دماغك يحاول أن يعمل القرارات لديك، يعني منطقة الناصية مسؤولة عن القرار، تحاول ستصبح قراراتك أفضل وأدق وذات صوابية أعلى، يعني تصبح صحيحة أكثر، مما يساعدك على النجاح أكثر، يساعدك على مواجهة الواقع أكثر. يقول البروفيسور سيجل في هذه الدراسة: كن على ثقة في نفسك أنك ستكون قادرا على الارتقاء إلى مستوى أعلى في التعامل مع مختلف الأحداث، وأن الأشياء ستنتهي بشكل جيد. طبعا هو يقول لن تغير الواقع، الواقع السيء سيحدث، ولكن أنت عندما تتفاءل بالخير يصبح جسدك ونظامك المناعي أكثر قدرة على مواجهة السوء. لذلك من هنا نعلم لماذا أمرنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نتفاءل بالخير، تفاءلوا بالخير تجدوه، وأن نبشر ولا ننفر. نبشر يعني ما معنى بشر؟ نتوقع الأفضل، نتوقع الأشياء الإيجابية. وبالتالي أيها الأحبة، أنا أرى هنا، يعني سألخص لكم هذه الدراسة بكلمات قليلة أختم بها: إن الإنسان المتشائم، الإنسان المتشائم يعمل على تدمير نظامه المناعي ببطء، موت بطيء للنظام المناعي، يزيد من احتمالات النوبة القلبية، يزيد من كمية القلق لديه ويكون بسعادة أقل، بينما الذي يتفاءل تكون دائما صحته النفسية والجسدية أفضل، نظامه المناعي أفضل، قدرته على مواجهة المصاعب أعلى. إذن أنا أود أن أطرح سؤالا الآن أيها الأحبة، هذا النبي الكريم لماذا يأمرنا أن نبشر الناس بالخير؟ لماذا يأمرنا بالتفاؤل؟ لماذا يأمرنا بالتفكير الإيجابي؟ طبعا لأن الله أرسله رحمة لنا، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالتالي نقول لأولئك الذين ينتقدون هذا النبي الرحيم: لماذا تنتقدون هذا النبي وهو يريد لكم الخير، يريد لكم الصحة، ويريد لكم الحياة السعيدة؟ لماذا تنتقدون هذا النبي الكريم؟ لذلك والله أيها الأحبة، إذا تأملنا تعاليم هذا النبي، اتركونا من الروايات والخرافات التي يروجون لها، روايات تاريخية لا أساس لها صدقوني أيها الأحبة، اقرأوا القرآن وصحيح الأحاديث النبوية، ستجدون أن كل تعاليم النبي بنسبة 100% هدفها أن يبعث فينا الحياة الإيجابية والتفاؤل وحب الخير، وحب الخير للناس والعدل والإحسان. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، يعني أنا هنا لا أجد أفضل من هذه الآية التي وصفت هذا النبي بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.